يسعد صباحكم حبايبنا. الأناقة والاهتمام بالذات جزء هام من حياتنا. بتلاقي الشاب أو الصبية بس بدهم يطلعوا مشوار ببلشوا يزبطوا حالهم على 24، وكل حدا منا له أسبابه ليظهر بأحلى مظهر. أصدقائنا، أنتوا ليش بتهتموا بمظهركم وكرمال مين؟ كرمالك بهتم بحالي وبداري أكتر جمالي. كرمال زوجي، كرمال مين؟ كرمال حاله. بس إيه، لا أكيد يعني رأية المجتمع بتأثر يعني أكيد. كرمال الشخص اللي بحبه أكيد. حلو هالإحساس كتير. أكيد كرمال حالي وبس. كرمال حالي وبس. بس يصير في حدا بحياتك أكيد رح تصيري تهتمي كرماله. أكيد أكيد طبعاً. حلو هالإحساس هذا أن يكون حدا بحياتك. هيدا شعور الأنوثة يعني بحد ذاته. كرمال حالة أولاً وأخيراً. ما حلو يكون الواحد في عنده حدا يهتم بحاله كرماله؟ هلأ حلو لما بيقدر هذا الشخص أن اهتمامك بحالك كرماله، بس لما ما في حدا بيهتم أكيد وحدة بتهتم بحالة كرمال حالة. كرمال مين تهتمي بحالي؟ كرمال زوجي. كرمال حالة؟ هاي اولا. ثانيا كرمال حالة. ثالثا كرمال حالة. طبعا ما حلو يكون بحياة الصبية شخص تهتم بحالها كرماله. ايه طبعا اكيد، بس الاهتمام الاول هو كرمال نفسي انا يعني. طبعا لما انا اهتم بحالي فكمان بينعكس اهتمامي على الشخص الثاني. كرمال صباحها يكون احلى، وكرمال ثقتها بنفسها اخر همه. الحبيب مكمل. حلو انه يكون بحياتي شخص اهتم بحالي كرماله ولا لا؟ اكيد اكيد حلو انك تهتمي، بس بالنهايه اذا ما اهتميتي مشان حالك لما يتركك هذا الشخص رح تبطلي تهتمي بحالك. فلما بتفيقي وتطلعي بالمرايه وبتقولي لحالك صباح الخير قدام المرايه، هذا اهم من كل الدنيا. ما بدنا تكري. شو بحبك تتغزل في اول شيء كرمالي انا. ثاني شيء هلا في ناس مميزة بتهتم كرمالهم بحالك أكيد. هو الإحساس إنه يكون حدا بحياتك تهتمي بحالك كرماله. إيه طبعا عشتي كلياتنا عشنا، ما حدا إلا عاش. أناقة، تسريحة الشعر، العطر، الحذاء، البوط، اللباس، الأمور هذه كلياتها. كرمال مين؟ أكيد كرمال صبية أنا بحبها، كرمال مظهر قدام العالم.